سلام متهالي اليوم. البنات عندي لكم واحد الوصفه، كنت بارطاجيت معكم بعد الوصفه ديال العجينه ديال هاد الحلوه. المهم الرابط راه نخليه لكم في الديسكريبشن بوكس، وفوق غنخلي لكم لو ليان باش تقدروا تاخذوا الوصفه، وغنكتبها لكم ضروري، نكتبها لكم تاني بالتفاصيل. المهم هاد الوصفه ديال هاد العجين غندير به اربعه الاشكال، يعني واحد العجينه غندير بها اربعه الحلوات حلاوي غندير بها اربعه الحلاوي بلا ما تعذبوا راسكم بلا والو. كل واحده غندير النكهه ديالتها، يعني غنقسمهم على اربعه، وندير واحده ان شاء الله بالبيستاج. بيستاج البنات تناخذوا انا من عالدي، تنشريه ما مالحش، يعني ما فيش لا ملحه لا والو، وتنضحنو. الا كان عندكم شي فكره اخرى كاين داك اللي مطحون شويه، ولكن هاد عادي تيتخام صراحه رخص من الا خديتوه مطحون. بعدا عندي هنايا اللوز مطحون، حتى هو خديته مصايب نقي كلشي مطحون. غادي نخلطه مع العجينه، غادي ندير تقريبا، انا عزيز عليا اللوز، غندير تقريبا جوج المعالق كبار على حسب. دابا انا عجينه صراحه ما قسمتهاش كي نقولوا ما تعادلتش بيناتهم، يعني كل واحده والعبار ديالها. الا بغيتو يكون هذاك الشيء بيرفكت، يعني ديروا الميزان وعبروا كل عجينه باش يجيكم نفس الكميه. انا لا، انا قلت بالزربه ماشي مشكل، اصلا عندي هي شويه البيستاج، قلت هذيك اللي صغيره غندير فيها البيستاج المهم هذه غندير فيها جوج معالق كبار ديال اللوز. نتوما غادي تشوفوا الكميه كيفاش جاتكم، الا جاتكم قضية لا كثرت، يعني غيجيني لوز كثير نقصوا منه باش ما يتحرقش لكم وصافي. يعني انا غندير، المهم غندير اللوز ان شاء الله، غندير جنجلان، وغادي ندير كي قلت لكم البيستاج مطحون، وندير يا ربي تسمح لي هازلنوس. هازلنوس هما نوازات البندق، البندق النوازات حتى هو مطحون ومصايب. هنايا عندي داك بيستاج اللي قلت لكم، غادي تقريبا كاس معلقه ونص اللي غندير، ولا جوج المعالق تقريبا. المهم انا هاد الطريقه غنديرها مع كل عجينه ونوريكم في النهايه كي غتكون. نسيت البنات نقول لكم كان الجنجلان هو اللي فكرت عاوتاني. المهم البنات الجنجلان غندير غير معلقه واحده، لان من بعد فاش غندير ان شاء الله العجينه في المول، غندري المول بشويه جنجلان، وعاوتاني غندير واحد معرفتش انا سميتها بحال موسلي، مهم الكرام العسل وجنجلان كراميلي في الفران. المهم تم بعد غادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله. هذا النوازيت حتى هو كي قلت لكم شريته مطحون ومصايب، غنخلطوا حتى هو مع العجينه، وها هما عندكم اربعه اشكال بعجينه واحده، والمقادير سهله. يعني الا بغيتوا دابا شنو نهار قبل العيد ديروها، راه تقدروا ديروها، لان المقادير اللي فيها راه تلقاوهم موجودين في الدار. تقدروا ديروا حتى الكوك، يعني الا ما كانش عندكم اللوز ولا النوازات ممكن ديروا حتى بلاصه اللوز ديروا الكوك، حتى هو يجي يعطي نكهه زوينه. شنو تقدروا ديروا؟ ديروا قشور ديال الحامض الا بغيتوا ديروهم هكا شويه كيقول فروختيك، ما عرفتش سميتها بالعربيه بالعربيه. المهم يعني يقدروا ديروا قشور ديال الليمون، تقدروا ديروا قشور ديال حامض، اش قلنا مازال صافي الكوك. يعني قدروا نتوما تنوعوا كيما بغيتوا. انا غندخلها دابا الثلاجه، حنا عندنا دابا الصهد هاد الايام، يعني غندخلها على الاقل نص ساعه في الثلاجه باش تبرد ليا مزيان، وغنخرج واحده بوحده. هذه دابا ديال البيستاج غادي نعمر بها المول، وهاد الطريقه غنديرها في اي وحده. غير ننصحكم البنات ما تعمروش المول بزاف، لان فيها هي الخميره العجينه وتطلع لكم، يعني الا طلعت لكم هكا من جناب من بعد الديكور شويه تيبان خايب، الا درتو الشوكولات تيبقى لكم بحال واحد جنب طالع. يعني حاولوا ما تعمروش المول بزاف، ديروا غير شويه باش من بعد الا طلعت تجيكم نيشان بلا مع المول، يعني ما تفيدش لكم من المول ان شاء الله. هذه الطريقه اللي غادي ندير دابا في البيستاج، والمول اخر غادي ندير فيه الجنجلان كي غنقول لكم غندري ان شاء الله طريقه تجي. دابا ها هو المول، هذا بلا هذا شويه ما غارق على الاخر اللي غندير فيه من بعد الجنجلان مع العسل. غندري بحال هذا الشكل بالجنجلان، وندير فيه العجينه. هذه غتجي شويه رقيقه كي قلت لكم، ما تجيش طالعه بزاف، يعني حتى هي نقصوا منها.
غادي نعمر بها المول وندخلها تاي ان شاء الله في الفران. الى البنات ما كانش عندكم هاد المول ولا ما كانش اللي كان دابا ما بقاش الوقت، مثلا انا بام امازون راه فيه ديروا برالين زيليكون فوم ديال البراليني غيخرج لكم، يعني كاين افكار بزاف وانواع اشكال بزاف تلقاوهم في امازون، تلقاوهم في الانترنت في صفحات في اونلاين شوب. ولكن هاد الطريقه الا بغيتو ديروها اليوم وما عندكمش المول قدروا ديروا هاد الطريقه ديال غطايه ديال القرعه مع استشوي. دابا دي درتها مازال شويه غليظه، قدروا ديروها مازال رقاق من هكا ودخلوها الفران. طريقه اخرى اللي قدروا ديروا انكم تستعملوا الطابع في هاد العجينه، يعني الطابع على شكل بحال صابلي تيجي زوين فيها. اصلا هو راه هي وصفه تقريبا ديال صابلي غير خاصها شي مكونات. ها هي هذه الاخرى اللي شاط لي شويه البيستاج والزنجلان درتها مع هذه ديال نوازيت. في نوازيت البنات فاش درتها ردوا البال، فاش خرجتها خرجوها بشويه هاد المول تيلصق، يعني هاد النوع ديال المول لصق ليا شويه فيها، يعني خلوها تتبرد شويه ما تخرجوهاش بالزربه، لان انا مازال غنسقيهم ان شاء الله بالقطر، غنوريكم الفيديو من واحد شويه غيجي على داكشي. خرجتها هي باقا سخونه ولكن ترسل لي يمكن شي جوج ولا ثلاثه، انا ما خفت نكذب. يعني من احسن ردوا البال الا خرجتها خلوها تبرد. عندي هاد الشكل هما ديال اللوز، ديال اللوز انايا عجنت العجينه مع اللوز، ولكن بغيت شي حاجه تكون هكا مقرمشه الا عضيتي فيها تحسي بها ان فيها اللوز. هزيت هاد اللوز اللي قحكتين هاد الطريفات صغيورين عمرتهم بها ودخلتهم في المول. هذيك الوقيته من بعد فاش تعضوا في الحليوه تجيكم هذيك نسمه هذاك الكرانشي، نقولوا كرانشي ديال اللوز. دابا غنوريكم الطريقه اللي غندير ديال الجنجلان اللي قلت لكم غندير ليه كراميليزي مع العسل. عندي هاد المول هذا شكل اخر ماشي هو اللي استعملت في الحلوه ديال صابلي، هذا رقيق ما عريضش شفتوا رقيق بزاف. هذا زوين حتى الشوكلاط الا درتو هكا ذوبتو فيه الشوكلاط وتحطوه هكا فوق من تحت من شي حلوه بحال اللي درت انا ديال اوغيو، الا شفتوا الفيديو اللي قبل اللي درت باوغيو حطيتها فوق منها الحلوه، حطيتها فوق منها اوغيو. قدر ديروا هذه الطريقه وديروها الشوكلاط وتحطوا فوق منها اوريو. هنا عندي زنجلان البنات ما عبرتوش تقريبا 3 د المعالق كبار، درت في العسل 2 معالق تقريبا، نتوما غتخلطوا غتشوفوا الا كان هكا جاتكم مزيان راه صافي راه هو هذاك. غادي تعمروا به المول، فاش تعمروا به المول غادي تحضروه في الفران، ولكن كل مره واحد 2 مرات على الاقل غتحلوا الفران وتبقاو ترجعوه المول لبلاصتو. كنقول لكم هذاك الزنجلان خصكم ترجعوه لبلاصتو لان تيسير فاش تيذوب هذاك العسل مع سميتو مع الزنجلان تيبقى يضيع لكم في المول، يعني كل مره حلوه ورجعوه هكا بمعلقه رجعوه لداخل ردوا البار راه سخون بزاف لا تحرقوا. انا غنعمر هذه الطريقه دابا بحال هكا، غادي من بعد ندخلهم الفران. الحلوه هاد الزنجلان كلهم على 170 درجه تقريبا 10 حتى 12 دقيقه على حسب الفران ديالكم. انا ديما تنطيب الحلوه من فوق لتحت، يعني نتوما غادي تشوفوا امتى تحمر لكم من فوق لتحت 170 درجه 10 حتى 12 دقيقه كافيه. ها هي البنات هذه ديال الزنجلان راه طابت ليا، خرجتها دابا انا غنخرجها بقى كي قلت لكم سخونه هذه مازال. غادي ندير القطر ديالي اللي صايبت قبل وجدته ديال السكر 2 كيسان ديال السكر، طيبته مع كاس ديال الماء الحامض وشويه الماء الزهر. هاد القطر البنات تنديرو انا يومين قبل باش نعرفو يجيني، تيجي بحال الجلوكوز بحال الناباج شتو عاقد تيشرب هذيك الحلوه تتشرب بالزربه هذاك السكر. هذا هو المنظر الاخر ديال الاشكيلات اللي خرجوا ليا وتعطي واحد النسمه زوينه في الحلوه، لان اصلا فيها غير 100 غرام ديال السكر، السكر كلاصي اظن 100 غرام مهم. شوفوا المقادير عاوتاني ما نقولش لكم شي حاجه غلطه. غادي نديرو مهم ما تجيش حلوه الا زدتوا هذاك القطر تيجي يعطيك نسمه زوينه عاوتاني. هذا هو الشكل الاخر البنات، سهله وبزربه وجدت. هذا الشيء كلشي اللي شفتوا ديال الشوكولاط راه سهل، المول غسلوه دريو فوق منه الشوكولاط
غادي تهزوا الحلوه غطسوا فيها الحلوه وخليوها في الفريغو حتى تتبرد وتجمد وحيدوا الحلوه وغتكون عندكم شكلاط من جنب. هذاك الديكور الذهبي هذه واحد الغبره كنت شريتها في الفاينخت في كريسماس تيجيبوهم في المحلات ديال هنا في المانيا. في المغرب راه موجود هادشي هاد الدبريه بريو ديال الذهبي تتباع وتتكال وتصوتوا عليها هي هكا بفمكم يعني هي بالريح شويه الا كان عندكم بانسون راه مزيان. انا شويه خفيف باش يجيني بحال درت ليه سبراي. هادو هما شكيلات البنات الطارت اوغيو والغريبه راه تلقاوها ان شاء الله في القناه راه حطيت الفيديوهات بعدا. وهادو هاد ربعه الشكيلات راهم جداد. واحده ذوقتها هكا بالجنجلان لصقتها بالشوكولات شوكولات البيض وبالشوكولات الكحل. هادي ديال النوازيت ديال جنجلان وبيستاج. هذا ما كان يعني المنظر تقولوا خدمه وشحال ولكن راه وصفه سهله بزاف تتوجد بالزربه وما تتاخذش لكم في الوقت. يعني جربوها وعاودوا لي اخبار. واللي دارتها تصيفط لي تصويره في الانستغرام تعجبني حال نشوف الابداعات ديالكم. تبارك الله ما شاء الله عليكم البنات تديروا هذاك الشيء زوين وتعجبني فاش تنشوف تصاوركم تتسرعوا هذاك الشيء ما شاء الله عليكم. نتمنى الفيديو يعجبكم ونكون جيت خفيفه على قلبكم. عرفتوا هاد فويس اوفر ديال العربيه صراحه سمحوا لي به تنطعطل به ولكن تنحاول والله تنحاول هاد اليوم ديال العواشر. عرفتوا دابا كاين هجره جره اليوم اخت خميل ديال الدار يلا نوجدوا ديكوراسيون. مهم الا بغيتوا تشوفوا الديكوراسيون راه موجوده على انستغرام. خليتكم على خير ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ودخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه وطولة العمر ان شاء الله. والله يغفر لينا ويغفر لكم وتقبل منا ومنكم ان شاء الله. عواشركم مبروكات عيد وتعودوا ان شاء الله. خليتكم على خير تال الفيديو الجاي ان شاء الله.